مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من العربي اليوم، أصحابكم في جزئها الأول أنا أمل عراب. حكومة الوفاق الوطني تحقق نصرا في العاصمة مع إعلان حكومة الإنقاذ تخليها عن السلطة، فهل طويت صفحة المناوئين في العاصمة أم أن السراج مازال بحاجة لإيجاد تسوية مع خليفة الغويل الذي رفض قرار حكومته؟ وبعد التمكن في العاصمة كيف يمكن للسراج مد بساط سلطته نحو الشرق وفيها خصوم أكثر تشبتا في السلطة من معارضي الغرب؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفي، من تونس الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، ومن طرابلس الكاتب والمحلل السياسي توفيق أبو زيد. أيضا في برنامجنا لهذا اليوم، الجيش العراقي يعلن تحرير نحو 1500 شخص كان تنظيم الدولة الإسلامية يحتجزهم في سجن كبير تحت الأرض في قضاء هيت، وحركة حماس تعلن رفضها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية. فما هي صلاحية هذه المحكمة؟ ولماذا انتقدت تشكيلها 18 مؤسسة حقوقية؟ ننهي جزءنا الأول مع قرار وزارة المالية التونسية فتح تحقيق بخصوص الأسماء التونسية الواردة في وثائق بنما. في الجزء الثاني سيكون معكم الزميل وائل التميمي للحديث عن خلفيات السياسية الأمريكية أو السياسة الأمريكية تجاه سوريا، مع تأكيد كيري أن لا مكان للأسد فيها وتناقضه مع ما كشفته الصحف الغربية من أن أوباما رفض 50 خطة للإطاحة بالرئيس السوري. ابقوا معنا. بعد أسبوع من وصولها إلى طرابلس، تمكنت حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها في العاصمة عبر تحالفها مع البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تأييد مدن في الغرب والجنوب لها. ومع إعلان حكومة الإنقاذ الوطني بزعامة خليفة الغويل مغادرة السلطة حقنا للدماء كما قال البيان الصادر عنها، حقق السراج خطوة إضافية تعلق عليها أمال بإخراج البلد من الفوضى، في الوقت الذي رفض خليفة الغويل قرار حكومته داعيا الوزراء للعودة إلى تأدية المهام الموكلة إليهم. تتتالى الأحداث في ليبيا بوتيرة متسارعة بعدما أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام توقف أعمالها كسلطة تنفيذية وعدم مسؤوليتها عن ما قد يحدث مستقبلا. يأتي ذلك بعدما قام المؤتمر الوطني بتضمين اتفاق الصخيرات بالإعلان الدستوري في آخر جلساته، معلنا تسليم السلطة إلى مجلس الدولة الذي يواصل اجتماعاته بطرابلس رغم معارضة البعض على قانونية تلك الإجراءات. علاوة على بيان تلاه المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان وصفا فيه اجتماع المؤتمر وتسليمه السلطة لمجلس الدولة بالإجراء الباطل وغير القانوني. نحن رأينا الكثير من البيانات صدرت من حكومة الإنقاذ التي حتى الآن لم يتأكد إذا كان السيد الغويل قد وقع ذلك البيان أم لا. يعني المعلومات تفيد أن جل الوزراء الذين في الحكومة هم من أرسلوا ذلك البيان، صح التعبير. هذا يؤكد استمرار المشكلة بشكل أو بآخر. في الأثناء يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر اجتماعاته مع مختلف الأطراف بعد لقائه بالمجلس الرئاسي وعمداء بلديات طرابلس الكبرى، والذي قام بعد ذلك بجولة وسط المدينة، بينما يطالب بعض النشطاء أن يكون لمجلس النواب في طبرق موقف إيجابي حيال كل هذه التطورات، خصوصا بعدما اشترط رئيسه عقيلة صالح مثول المجلس الرئاسي أمام مجلس النواب في طبرق وتقديم ضمانات بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية. ونطلب منهم ان فعلا يعني يحاولوا ان هم يديروا بين نصب اعينهم المواطن الليبي وليبيا والمرحله القادمه، لان هي مرحله الوفاق، حكومه الوفاق السياسي او حكومه الوفاق الوطني مرحله عام. يعني بعيدا عن الحراك السياسي، يأمل الليبيون أن تنهي هذه التطورات رحلة معاناة طويلة مع انعدام الأمن وغياب سلطة قوية. لا زالت الجهود السياسية والدبلوماسية متواصلة لإرساء أجواء تمكن حكومة الوفاق الوطني من الانطلاق في عملها على الأرض، ولسان حال المواطن في ليبيا يقول: متى يتوافق الجميع مع الجميع؟ معتز الخريف، التلفزيون العربي، طرابلس.
سأبدأ معك من تونس أستاذ عبد الله الكبير، لنقف أولا عند حقيقة ما يجري في هذه البيانات المضادة، أخرى موقعة لتسليم السلطة وبيان يحذر الوزراء من هذا، ماذا يعني ذلك؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك من طرابلس. يعني ذلك أن حكومة السيد الغويل منقسمة، مجموعة من الوزراء وأعتقد أنهم الأغلبية يريدون تسليم السلطة والخروج بسلام من المشهد السياسي، بينما السيد الغويل أعتقد أنه يتعرض لضغوطات من مجموعة أخرى لا تبدو واضحة في الصورة، هي التي فرضت عليه أن يصدر بيان يهدد فيه كل من يتعامل مع المجلس الرئاسي بالملاحقة القانونية، ويؤكد من خلال هذا البيان أنه لم يسلم السلطة ولم يغادر موقعه ولم يشر في بيانه حتى إلى توكيل. من هذه المجموعة أستاذ عبد الله؟ يعني هل هي المجموعات الداخلية المتعلقة بشيوخ الإفتاء ودار الإفتاء، أم أن مجموعة خارجية هي من ضغطت على الغويل؟ لا أعتقد أن الأمر يتعلق بدار الإفتاء، أعتقد أنها مجموعات أخرى ربما تكون مجهولة حتى الآن، ولكن أعتقد أنها ربما مجموعة مسلحة هي التي ترفض اتفاق الصخيرات، ترفض الاتفاق السياسي، وهي أيضا متحالفة مع مجموعة من المؤتمر الوطني. اليوم نددت ورفضت ذهاب أغلب أعضاء المؤتمر إلى تعديل الاتفاق، تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وتحولهم إلى المجلس الأعلى للدولة، بل ذهب وأبعد من ذلك، انتخبوا رئيس للمجلس الأعلى للدولة ونائبين ومقرر للمجلس الأعلى للدولة. إذن هي ما زالت الأقلية نفسها المتعنتة والرافضة للاتفاق السياسي ما زالت في موقفها. نعم. طيب في طرابلس كيف تفسرون أستاذ توفيق ما يجري وهذه المواقف، وهل فعلا هناك ضغط يوجه ضد الغويل حيث تذوب شعار المصلحة الوطنية الذي رفع في البيان السابق؟ السلام عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. حقيقة ما يحدث الآن هو نتيجة العمل الشاق الذي استمر لمدة سنة ونصف ولم يصلوا به حقيقة لنتيجة مرضية، ولم يتركوا ذلك الحوار ينضج، وبالتالي حاليا نجني ما زرعوه الإخوة خلال سنة ونصف أو تقريبا سنتين. السيد سراج كلف في منذ 5 أشهر تقريبا ولا زال يتعطر حتى هذه اللحظة، وهذا بكل تأكيد سببه هو عدم تركهم للأمور كي تنضج وعدم تركهم للحوار أن يأخذ بطريقته السليمة حتى يصل إلى نتائج. يعني هل السراج وحده هو المسؤول عن هذه الوضعية الحديثة ما يجري في طرابلس؟ لا، ليس السراج هو جاء في الأخير، ولكن أنا أقصد من بداية الحوار، إحنا من شهر 9/2014 إلى اليوم ونحن تقريبا كاد يكون الوقت سنتان وما زلنا في نفس الجدل، ننتقل من جدل إلى جدل آخر وبأشخاص آخرين وبمواضيع جديدة وهكذا، وتستمر الأمور من جدل إلى جدل. والحقيقة لو كان نتيجة الحوار هذه ناجحة لأنهى الجدل فورا، لأننا الليبيون جميعا طوقون الى حكومه توافقيه، الى حكومه واحده تعود لنا الامور المعيشيه الى سابقها، الى الاستقرار والهدوء والسكينه، ونلتفت الى مصالحنا الخاصه، ولكن امورنا تعطلت، وبالتالي الجميع ينتظر في حل وباسرع وقت، وربما شعبيه حكومه التوافق الحاليه ربما ليست مؤشر حقيقي، لان تلك الشعبيه جاءت نتيجه لظروف معيشيه صعبه. يعني تقصد حكومه الغويل؟ لا، أقصد نتيجة الحكومة، نتيجة الحوار. أنا أقصد كنا نتمنى أن يكون نتيجة الحوار نتيجة تكون أكثر إيجابية وأكثر سلاسة. دخول الحكومة كان يفترض أن يكون أكثر سلاسة، كان يفترض أن الحكومة تدخل طرابلس. أنا أتكلم على حكومة، على سؤالك واضح تقصدين حكومة الغويل، ولكن أود أن أذكر التاريخ الخلفية للموضوع حدايا حتى نصل إلى الشخص. طيب فهمنا أن كان هناك حوار متعثر أفرز محاولات عديدة لأن تولد حكومة وفاق وطني، ولدت حكومة من الصخيرات وفيه نزاع اليوم في طرابلس، لكن بهذه الحالة عندما يصدر بيان بالتخلي عن السلطة ثم يعود الغويل ليحذر وزراءه من هذه النقطة، السراج رغم ذلك حقق تقدم بتحالفه مع عدد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد إلى غاية أيضا تحالف مع جهات من الشرق
الشرق والغرب، لكن هذا لازال يعيقه. ماذا عن دور الجهات الأخرى، الجهات الدينية مثلا، جهات الإفتاء في طرابلس، إلى أي مدى تعيق تحقيق هذا المسار الذي توافق عليه الليبيون نتيجة للصخيرات؟ ما أود قوله أن السراج لديه ثقل أو زخم دولي كبير، وبالتالي ليس هنا السؤال أن السراج حقق انتصار أو لم يحقق، ولكن الموضوع هل تنتهي معاناة الليبيين أم لا. الغويل طبعا أيضا في مرحلة ما أصبح عثرة التي كانت ستظهر وكان من المتوقع ستظهر، لأنه لم يتم الأخذ بهذه الأمور منذ البداية، وبالتالي الآن كما ذكرت الشعبية ليست حقيقية، وبالتالي الغويل لما يتكلم ربما صار هو متحدث باسم الجماعة التي ذكر عنها ذكر ضيفك الكريم، وبالتالي الموضوع مازال صعب والطريق مازال طويل، ولابد من إعادة قراءة الأمور، وربما الخطوات حرق الخطوات أو حرق الانتقال من خطوة لخطوة دون التأكد من صحة وسلامة الخطوة السابقة، فنحن نسير في نفس الاتجاه الذي بدأناه منذ سنتين ومع معاناة وصعوبة في الحياة بالنسبة لأغلب الليبيين الذين ملوا هذا الوضع بكل طريقة وصاروا طيب. ينتظرون أي شخص كان طيب أستاذ عبد الله بحل، وبالتالي ما أقصد الغويل نعم سأعود إليك في هذه النقطة. سيد عبد الله، هل سيتغير كثيرا المشهد الحالي الذي يبدو أنه ذهب حسب مراقبين لصالح السراج بهذه الخطوة التي قام بها الغويل، أم أن الكفة لازالت لصالحه؟ لا أعتقد أن المستقبل بشكل عام سيكون لحكومة السراج وللمجلس الرئاسي، ننتظر فقط استكمال الخطوة المهمة أيضا وهو اجتماع مجلس النواب بكامل نصابه وتعديله أيضا للإعلان الدستوري كما فعل المؤتمر الوطني اليوم، ثم النظر في الحكومة ومباشرة أعماله، أقصد مجلس النواب، مباشرة أعماله وفقا لما ورد في اتفاق الصخيرات بشأن مجلس النواب. بهذه الخطوة يكتمل الضلع الثالث للمؤسسات الجديدة في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه والمجلس الأعلى للدولة ثم مجلس النواب. الخطوة التي اتخذها الغويل لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير، وكما رأينا في الأيام الماضية حضور نخبة من أعيان مصراتة باعتبار أن الغويل ينتمي إلى مدينة مصراتة لمواصلة الضغط عليه ولثنيه عن هذا الاتجاه والخروج بمظهر مشرف، خاصة وأن حكومته لا يعترف بها أحد، الذين يعترفون بها في الداخل أقلية، المجتمع الدولي لا يعترف بها، وبالتالي لا مناص أمامه من الرضوخ إلى الاتفاق السياسي والخيار الذي ارتضته الأغلبية من الليبيين. طيب إذا ما ذهبنا تجاه هذا السيناريو وأن الأمور ستكون المجلس الرئاسي لصالح السراج، الكل يجزم الآن بأن السراج لا يمكنه أن يخطو خطوات إيجابية هناك إلا بمجموعة من التسويات السياسية في شرق ليبيا وفي غربها واليوم في طرابلس، هل تبدو هذه الحكومة بدعمها الدولي بما حققته جاهزة لعقد هكذا تسويات، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في ذلك أستاذ عبد الله؟ نعم بالضبط، هناك تسويات سياسية لابد أن تقوم بها حكومة السيد السراج، التواصل مع الشيخ الصادق الغرياني المفتي الذي أبدأ اعتراضا على المجلس الرئاسي وعلى طريقة دخوله بسبب معلومات مغلوطة نقلت إليه، وتطمينه بشأن أن واعتقد أن هذا فعله المجلس الرئاسي بأن القوانين كلها ستستمد من الشريعة الإسلامية، تطمين المفتي وهو طبعا بالمناسبة يعني له أنصار كثير خاصة في غرب ليبيا، نقطة مهمة جدا، التواصل مع الأطراف السياسية في شرق ليبيا والتي هي أيضا لديها بعض المخاوف وتطمينها هي أيضا نقطة مهمة، ولكن أعتقد أن المجلس الرئاسي خطأ خطوات مهمة ويسير بنهج واضح ويحظى بدعم دولي ودعم داخلي كبير. نعم. طيب أستاذ عبد الله، بما أنك ذكرت نقطة المعارضين أيضا للسراج، طبعا أبرز المعارضين لحكومة السراج هو مفتي ليبيا الصادق الغرياني الذي يتمتع بنفوذ بين الجماعات المسلحة. الغرياني يطلب مراجعة اتفاق الأمم المتحدة ورحيل حكومة الوفاق الوطني عن البلاد قبل أن
كما قال أن يفتح عليهم باب الجهاد على حد وصفه. على كل معنا من طرابلس عبر الهاتف عبد الرؤوف المناعي عضو مجلس النواب السابق، أهلا وسهلا بك سيد عبد الرؤوف. المتتبع لمواقف مفتي طرابلس ربما يجعلنا نسأل عن أسباب هذه الأسباب التي صاغها المفتي حتى أنه قال أنه ينصح حكومة السراج بالعودة من حيث أتت. نعم أختي الكريمة، اعتراض سماحة المفتي واعتراض كتائب التوار واعتراض النخب السياسية وكل المعترضين سواء كان في طرابلس أو في الشرق الليبي أو في الجنوب تكمن في معارضة الاتفاق السياسي الذي يسلب السيادة ويسلب الاستقلال ويضع ليبيا تحت حكومة وصاية معينة من الخارج عينها برناردينو ليون عندما أخرج ورقة من جيبه وسمى هذه الحكومة. لا يمكن بأي حال أن تبنى دولة بهدم سيادة القانون، مبدأ سيادة القانون وهدم أحكام المحكمة العليا. هذه ما تسمى بهذه الحكومة لم تمنح حتى من الوثيقة التي بأيديهم هم وهذه الوثيقة نفسها ما يسمى بالاتفاق السياسي لم يوقع عليها أي أحد من ما يسمى بالأطراف السياسية وعليه حتى الذين وقعهم لا يحدو بصفة تمثيل أو بصفة أو لديهم تخويل بالتوقيع. طيب سيد عبد الرؤوف، هل يمكن لا يمكن بأي حال قبولها؟ طيب واضح اتضحت هذه النقطة. المادة الثانية تنص على أن في هذه النقطة سيد عبد الرؤوف لو سمحت لي وتعديلات الإعلان الدستوري يعد باطل. طيب هل يمكن أن يكون هناك مواجهة عسكرية كما أشار سيد عبد الرؤوف؟ لو يصلك صوتي فقط اختصارا للوقت وللوصول إلى ما يريد أن يعرفه العربي اليوم، هل يمكن أن تصل هذه المناكفات وهذه الآراء المتضادة إلى مواجهة مسلحة بين أنصار الغويل وبين السراج في الأيام القادمة وبرعاية من دار الإفتاء؟ للأسف صوتي لم يصل إليه، شكرا جزيلا سيد عبد الرؤوف المناعي عضو مجلس النواب السابق. أعود إلى ضيوفي وضيفي من طرابلس بالتحديد، يبدو أن الأمور تذهب نحو تعقيد ما، هذا التعقيد يفتح أي نوع من السيناريوهات يمكن أن تقبل عليها طرابلس خاصة خلال الأيام القادمة؟ سؤال. نعم لك سيد توفيق. شكرا. يعني المشهد ضبابي بعض الشيء، لأن حقيقة ما يفترض أن يقوم به السيد السراج بعد أن صار قريب، صار جار للحكومة الأخرى أو الأفراد أو الطرف الآخر الذي يعارضه، كان عليه أن يبني جسور التواصل، ويجب أن يصرف وقت ومضني في سبيل الوصول إلى تفاهمات مع هذا الطرف. وما زالت لديه أيضا إشكالية أخرى وهي في الشرق، وهي من حيث المسافة تبعد عليه من ناحية المسافة وأيضا من شدة المعارضة، ولكن على مقربة منه عليه أن يبذل جهد غير عادي، وكذلك الخطوات التصعيدية والاستباقية ليست مفيدة، تقودنا إلى المجهول. نعم، عندما دخلت الحكومة هناك أطراف وانسحبت أطراف مسلحة لأنها أرادت أن تحقن الدماء وحفظ طرابلس، وهي خطوة تحسب وهي لابد أن تحسب لهم، وعلى الطرف المقابل عليه أن يقوم بعمل يشبه هكذا عمل، وعليه أن يتواصل لأنه مللنا من الانتظار ومللنا من هذا التشظي ومن هذا الوضع السيء جدا، وبالتالي لابد أن يقوم بعمل جبار جدا وأن يستمعوا إلى الجميع مهما كانت طلباتهم ومهما كانت أصواتهم عليهم، قبل أن يقوموا بخطوات تصعيدية ربما قد تكون تصعيدية ما قام به المجلس الرئاسي أو المؤتمر الجديد، وهو عبارة عن تكرار لنفس الوجوه السابقة، وبالتالي ما أراه هو تكرار المشهد
الذي بدأناه من كم سنة، وما زلنا داخل هذا المشهد، ونتمنى قريبا الخروج من هذا المشهد وبأقل الخسائر. وبالتالي الاحتمالات مفتوحة. في المدة الماضية عندما دخلت الحكومة، العقلاء فعلا حقنوا الدماء ولم تقم هناك مواجهة عسكرية، ولكن قد لا نستبعدها، وقد لا، خاصة وأن السلاح لا زال في أيدي كل خصوم السراج إلى غاية هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك سيد توفيق أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس. موصول لك شكرنا أيضا سيد عبدالله الكبير، الكاتب الصحفي من تونس. في العراق، تمكنت القوات العراقية بغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي ومقاتلين من أبناء العشائر من استعادة مناطق وسط مدينة هيت في محافظة الأنبار من قوات تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت القوات قد أجلت سكان مركز المدينة لتأمينهم استعدادا للعملية العسكرية في المدينة التي كان قد أخلى تنظيم الدولة الإسلامية مناطق من جنوبها. نتعرف على المزيد في هذا التقرير ثم نعود لنفتح النقاش. هيت الاختبار الثاني للقوات العراقية بعد تحرير الرمادي، لأنها تحتل موقعا جغرافيا يتوسط المسافة بين الرمادي وحديثة شمالا والبغداد شرقا وبادية الأنبار غربا، وهي مركز قيادة وسيطرة وإمداد لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. هيت نقطة ارتكاز أساسية للتنظيم، أهميتها لوجستية استراتيجية، تكاد تكون الرمادي كانت أهميتها سياسية معنوية. تحرير هيت معناها بداية تحرير أعالي الفرات وتأمين منطقة سد حديثة. قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطوق هيت من ثلاثة محاور، لكنها تتقدم من المحور الجنوبي فقط، لأنها تواجه عقبة تواجد 20,000 من أهالي المدينة داخل الأحياء. أهالي هيت هم أصلا يعني يتعاملون بمنطق عشائري عربي يرفض الاحتلال ويرفض الخضوع والخنوع، ومتعاونين مع الدولة الرسمية الاتحادية. وتطبق القوات العراقية خطة على مراحل، أسفرت حتى الآن عن استعادة 6 أحياء في المدينة، نزح منها نحو 3,000 خلال 9 أيام فقط، لكن القوات العراقية لا تريد تكرار الأضرار والخسائر التي نجمت عن عملية تحرير الرمادي في هيت. وزارة الدفاع أعلنت عن سيطرة القوات العراقية على 70% من مساحة المدينة، فيما يسيطر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على 30% المتبقية منها في معركة تبدو حتى الآن عصية على الحسم. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. معنا في الاستوديو الدكتور عماد الدين الجبوري، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. الأخبار تتحدث عن تقدم إذن للقوات العراقية في هيت وإخلاء عدد كبير من السكان. إذا ما أضفنا هذه المعطيات لإعلان الأنبار منطقة منكوبة، إضافة إلى استذكار كيف جرت معركة الرمادي، أي نوع من النصر يمكن لهذه القوات العراقية أن تتحدث عليها اليوم؟ هو الحقيقة الكلام الإعلامي غير موجه على أرض الميدان. أضف إلى ذلك في غضون 24 ساعة القادمة لم يكن هناك هجوم مضاد كما هو معروف من الكر والفر لتنظيم الدولة، نقول أن هنالك نعم نقلة نوعية على أرض الميدان. هذا ما جرى لأنه هيت مهمة جدا حيث أنها تكون موقعها استراتيجي على نهر الفرات. أضف إلى ذلك هم الآن الدواعش في مدينة البكر منطقة الجزيرة. إن تم الأمر وفق ما تراه القوات الحكومية يعني هنالك دفع إلى الشمال أي إلى الغرب السوري، الحدود العراقية السورية، وبالتالي يقطع حتى خط سامراء ومن ثم تعزل الفلوجة. هذا ما موجود على المسائل العسكرية، ولكن كما نعلم من كثير من المواجهات المسلحة اللي جرت لا سيما في محافظة صلاح الدين بيجي وتكريت وغيرها، نجد هنالك خسائر باهظة يتحملها المدنيين خاصة. يعني الإحصاءات تتحدث عن نحو 20,000 عائلة تم إخلاء 1,000 أو 1,500. هل لدى الحكومة العراقية والقوات العراقية أي استراتيجية مضمونة في تعاملها مع المدنيين هناك؟ المؤلم في الأمر أنه لا الحكومة ولا القوات الحكومية تكترث الأهالي.
والأهالي قد شكوا وبكوا أمام المقابلات المتلفزة. لكن البيانات تحدثت قبلا بأن العملية لم تكن كاملة أو لم يبدأ بها بشكل واسع بسبب تواجد الأهالي هناك. يعني لا أبداً، الفلوجة دمرت على رؤوس أهاليها براجمات وقاذفات عراقية. يعني كما قلت، هؤلاء هم لا نتكلم عنهم، أنهم تكلموا عن أنفسهم. يعني هنالك سوء معاملة من قبل القوات الحكومية، لا يستطيعون الذهاب إلى بغداد. الإيراني يدخل ويخرج ساعة ما يشاء إلى العراق. ابن الأنبار لا يستطيع الوصول إلى بغداد، والذي يصل يتم اغتياله وتصفيته. المعاناة والآلام النفسية أكثر من المعاناة البدنية، لأنه نعم هنالك نقص في كل شيء، على رأسها الغذاء والدواء، ولكن المعاملة النفسية من قبل القوات الحكومية تؤذي هؤلاء، لأن هؤلاء عراقيون في نهاية المطاف. كيف لقوات حكومية تستخدم، يعني هل لأسباب عسكرية يتطلبها الميدان، أم أن أسباب سياسية وطائفية هي من تقف حول هذا المعاملة؟ بلا أدنى شك، المشروع الصفوي في العراق وفي بعض البلدان العربية، في اليمن، في سوريا، في لبنان، هذا أمر أصبح مفروغ منه. وبالتالي هنالك كما هو معلوم بالنسبة إلى بغداد، بين قوسين يحكم الظل إيرانية. وجدنا كيف أنه الإرادة الإيرانية تفرض نفسها وسياستها على أرض الواقع العراقي، وكثير من المناطق بين قوسين العرب السنة تم تهجيرهم وقتلهم وتصفيتهم، وفي ديالى حدث ولا حرج. أي هنالك سياسة ومنهجة لا يستطيع أي رئيس وزراء خاضع لكتلة التحالف بين قوسين الشيعي، هي التي تهيمن على مقاليد الدولة، وهذه الكتلة هي تتحرك وفق الإرادة الإيرانية. هل يمكن أن تكون فعلا بداية للطريق لتحرير الفلوجة ونينوى، علما بأن هناك من يربط ذلك بمجموعة من الحساسيات الأمنية والسياسية التي يجب أن تحلها بغداد، خاصة فيما يتعلق شروط الولايات المتحدة بالنسبة لمشاركة قوات الحشد الشعبي؟ بلا أدنى شك، بالنسبة للفلوجة يعني ستكون هناك ضربات عسكرية قوية، مواجهة شرسة. أما نينوى فحديث آخر، لأن هذه محافظة كبيرة ولها ثقلها. أمريكا نعم تريد أن تكسب شيئا، لا تكرر صور بيجي والرمادي وبعض المناطق الأخرى وجرف الصخر ومناطق أخرى المقدادية وفي دي وهكذا، تريد نوع صورة تختلف. لذا تجدين الجانب العراقي تستخدم القصف الناري المدفعي والصاروخي لتدمير ما يجري في الفلوجة، لأنه الحشد الشاعر بين قوسين الحشد الطائفي لن يدخل العشائر السنية، وهؤلاء في نهاية المطاف كانوا صحوات ولكن يرضون بالدعم المالي والتسليح من الدولة. المجابهة للأسف الشديد نقولها في منتهى الصراحة، الأهالي يدفعون الثمن، والحشد الطائفي يدفع في تكرار الصور السابقة اللي جرت في أكثر من 3 محافظات سنية، يجري تطبيقها على المحافظتين القادمتين. قد يقول البعض بأن أي حرب قد تكون فيها فاتورة مدنية إنسانية غالية يجب على أي دولة أن تدفعها، خاصة إذا كانت في مواجهة عدو شرس مثل تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن ليس بهذا الشكل التدميري، يعني هناك عملية أو آلية مقصودة إلى تدمير هذه المناطق. البنية، يعني لماذا تقصف الجامعات؟ لماذا تقصف المستشفيات؟ يعني هذا أمر يعني في غاية الوضوح. الأهالي، شارع أهلي، ملاعب أهلية، لماذا يتم ضربها؟ يعني هذه تنم عن سلبية، عن رؤية سلبية، أي مقصودة لتدمير تلك البنى التحتية لتلك المناطق. سؤال أخير بنعم أو لا، هل هي قادرة على تحقيق نصر عسكري قريب ضد تنظيم الدولة بالنسبة لحكومة بغداد؟ نعم. لا أبداً، كما تعلمين في تكريت. نعم، هذا هو، كنا نريد أن نعرف فقط لأن الوقت ضيقنا، إذن هي لن تستطيع فعل ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور عماد الدين الجبوري، الكاتب والأكاديمي والباحث السياسي. مشاهدينا نتوقف عند فاصل ثم نواصل بقية فقرة العربي اليوم. أهلا بكم من جديد. جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها تشكيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وقالت إنها لن تعترف بأي قرارات تصدر عن تلك المحكمة وصفة إياها بغير الشرعية. واعتبر المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري تشكيل المحكمة الدستورية تفريغا للمصالحة الوطنية من محتواها، كما طالب أعضاءها بالاستقالة حملا إياه مسؤولية انقسام الساحة الفلسطينية.
منذ 7 أشهر وجيش الاحتلال الإسرائيلي يوغل في جرائمه ضد الفلسطينيين، وفيما ينهمك المنهمكون في الانتفاضة على نهج السلام والتنسيق الأمني مع المحتل، تنشغل الرئاسة الفلسطينية عنهم بإصدار مرسوم بتشكيل أول محكمة دستورية عليا لتفسير القانون الأساسي والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات. تشكيل المحكمة الدستورية العليا على النحو الآتي: المحكمة الدستورية تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وترى الرئاسة أن الخطوة الأحادية استحقاق دستوري قانوني سيخفف العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا، إلا أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اعتبرت المرسوم الرئاسي غير قانوني ووصفته بالكارثة الوطنية التي تتنافى مع أبسط القواعد التشريعية. تستنكر رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني قيام السيد محمود عباس بإصدار مرسوم بتشكيل المحكمة الدستورية، وتعتبر هذا المرسوم كارثة وطنية يتحمل السيد محمود عباس شخصيا التبعات القانونية لهذا المرسوم المنعدم أصلا والصادر عن شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته عام 2009. أما المؤسسات الحقوقية فأكدت في رسالة إلى عباس عدم شرعية تشكيل المحكمة العليا التي يجب أن تكون خطوة لاحقة في إطار توحيد القضاء الفلسطيني عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية المتعطلة بفعل الانقسام، كما وأكدت في الوقت عينه أنه لا يمكن للمحكمة أن تشكل على مبدأ المحاصصة السياسية بما يؤثر على حيادها واستقلالها. بأمانة وإخلاص. ولربما اعتاد الفلسطيني على المناكفات السياسية والنزاع الأبدي على الشرعية والتمثيل الشعبي، ولكن يبقى عصي على الفهم غياب رغبة عباس واندفاعه هذا عن خوض المعارك القانونية المصيرية ضد مجرمي الحرب من دولة الاحتلال ممن يمد لهم يد السلام في وقت يدير فيه للمصالحة الفلسطينية ظهره. معنا من غزة صلاح عبد العاطي المحامي والخبير القانوني. أستاذ صلاح، أهلا وسهلا بك. يا ترى ما الذي يعيب هذه الخطوة قانونيا وسياسيا حتى تثير كل هذه الردود من الفعل؟ هذه الخطوة فتحت جدل من جديد وفتحت مجال لتراشق إعلامي جديد ما بين القوى المتصارعة على السلطة. نحن نعيش في أوضاع غير دستورية، نحن نعيش في حالة انقسام سياسي لم يجري فيها احترام الحد الأدنى من قواعد القانون القانون الأساسي الفلسطيني ولا قواعد القانون بشكل عام. لذلك الحالة الفلسطينية ليست حالة قانونية، هي حالة سياسية بامتياز، ومع أن السياسة لا تقبل فراغ إلا أن المرسوم الرئاسي بتشكيل قضاة المحكمة الدستورية فتح جدلا من جديد، هو جدل سابق بشأن المحكمة الدستورية الذي جرى التعديل على قانونها الصادر عن المجلس التشريعي الأول في عام 2006 في عام 2012، وعلى ضوء مذكرة صادرة من مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تراجع الرئيس عن التعديلات التي جرت على القانون في عام 2012، ثم أعاد هذه التعديلات مضافا إليها تعديلات جديدة أدت لتكريس صلاحياته في تعيين قضاة المحكمة الدستورية في عام 2014، ثم جاء تشكيل هذه المحكمة في طي الكتمان والسرية ليفاجأ المجتمع الفلسطيني بتشكيل محكمة دستورية، رغم أن هناك حوارات تدور حول المصالحة ورغم أن هناك حالة انقسام سياسي فلسطيني وهناك أيضا غياب في وحدة السلطة القضائية واستقلالها في الأراضي الفلسطينية بفعل حالة الانقسام، ثم أن سلطة الرئيس في إصدار المراسيم في إصدار القوانين مقيدة بحالة الضرورة التي لا تقبل التأجيل. ما حالة الضرورة التي لا تقبل التأجيل في تشكيل هذه المحكمة، وخاصة أننا هل نريد محكمة دستورية لدولة فلسطين التي اعترف بها العالم كعضو دولة مراقبة ونريد تجسيدها على الأرض، أم نريد تكريس سلطة أوسلو وبالتالي نريد محكمة دستورية؟ هذا يجعلنا نسأل عن الأهداف والرسائل التي يريد محمود عباس إيصالها للفلسطينيين والفرقاء الفلسطينيين، خاصة عندما نلاحظ أن العضوية كانت من نصيب أشخاص معظمهم يعني لهم انتماءات حزبية ما يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء.
أولا المشكلة ليست في الأشخاص بقدر ما كذلك في القوانين. القوانين يعطي السلطة التنفيذية حق التغول على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، فهو سلب من محكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة في داخل أي دولة من الدول، وفلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وبالتالي لم يصدر دستور دولة فلسطين، فالأولى أن يصدر الدستور ما قبل صدور المحكمة. ثم أن الأمر الآخر أن السلطة التنفيذية هي أن الرئيس منح نفسه حق تعيين القضاة. في كل دول العالم ما يجري تعيين قضاة المحكمة الدستورية، إما أن تختاروا وفق الدستور، دساتير متعددة بأوروبا، 5 يتم اختيارهم من البرلمان، و5 يتم اختيارهم من السلطة التنفيذية، و5 يناسبهم مجلس القضاء الأعلى، هذا الحد الأدنى. ثم أن في معظم دول العالم تأخذ بعرف تنسيب مجلس القضاء الأعلى، حتى في حلف القسم أنت رأيتي وزير العدل وأمين عام الرئاسة لم نرى لا رئيس مجلس القضاء الأعلى ولا رئيس المجلس التشريعي كما اشترط القانون، ولذلك نحن أمام إشكالية. يبدو أن هناك ترتيبات لما بعد حقبة الرئيس، يريد من خلال تكريس وقائع محددة قبل الاتفاق على إنهاء حالة الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة الوطنية. ما هي هذه الوقائع؟ ما هي الغاية؟ لابد أن محمود عباس ومن حوله يدركون أن ما يفعلونه له نظرة خاصة وينعكس بوجه خاص أمام المجتمع الفلسطيني. ما يجري الآن هو جدل ما بعد حقبة الرئيس. الجدل هذا مفتوح في المجتمع الفلسطيني، موجود في حركة فتح، موجود في عند حماس، موجود عند كل القوى الفلسطينية التي الآن يكرس فيها نظام سياسي، كل النظام السياسي قائم على شخص الرئيس، وبالتالي نحن لدينا إشكالية حقيقية. نريد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة الوطنية وانتخاب مجلس وطني جديد، ونريد أيضا إعادة بناء الحكومة وانتقالها أو السلطة الوطنية وانتقالها إلى مؤسسات الدولة وفصل السلطة عن المنظمة. نريد إعادة بناء الحركة الوطنية على أسس ديمقراطية تكفل إنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية وتوحيد الأجسام القضائية ومؤسسات العدالة وضمان استقلالها ومنع تغول كل سلطة على الأخرى. لذلك في ظل هذه الحقبة التي نريدها، للأسف الشديد هناك أكثر من 123 قانون بقرار صدر عن الرئيس الفلسطيني خلال فترة الانقسام، وصدر 57 قانون عن كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، هذه مطبقة في غزة والأخرى مطبقة في الضفة الغربية. طيب اسمح لي أستاذ صلاح، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا طبق فقط. نعم، اسمح لي أستاذ صلاح أن يشاركنا في هذا الحوار محمد الحوراني نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح. سيد محمد، القرار كارثي، القرار يفرغ معنى المصالحة الوطنية ويبعث برسائل سياسية سلبية، وكأن لسان حال الشارع أيضا يقول هل حلت كل مشاكل فلسطين والفلسطينيين وبقيت الضرورة فقط لإنشاء محكمة دستورية اليوم؟ في الواقع أنا أسمع سؤالك وفي نفس الوقت سمعت الأستاذ صلاح من غزة. جيد. أولا التقرير في مبالغة ويأتي في نفس السياق بالمناسبة الحاصل بالنسبة للحوار الداخلي الفلسطيني الذي يقوم أكثر على بصراحة يعني مناكفة وإطلاق المواقف على أساس الخلاف السياسي الذي تفضل به الأستاذ صلاح، وأنا سمعته جيدا، كلام موضوعي مقبول بالنسبة لنا ولي يعني، لأنه بالفعل وضع انقسام خلق وضع شاذ. يعني حماس بالتأكيد إن كان الأمر المتعلق بمحكمة دستورية أو غيرها ستأخذ نفس الموقف وتقول إنه هذا يعمق الانقسام. إذن المطلوب بصراحة الانتهاء من هذا الأمر وإعادة بناء النظام السياسي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لأنه فقط هذه هي الطريق الوحيد التي تنهي أو تخلص الشعب الفلسطيني بصراحة من المحافظة السياسية وفي نفس الوقت. طيب ما الذي يدفع محمود عباس للقيام بهذه الخطوة في بيئة سياسية غير ملائمة وغير مؤاتية لها؟ يعني وجود بيئة سياسية غير ملائمة وهو الانقسام في هذه الحالة لا يمنع الرئيس بصراحة من أخذ خطوات من وقت إلى آخر ذات طابع قانوني وهي خطوات. ماذا تنفع؟ ما الذي ستنفع الشعب الفلسطيني؟ سيدتي عندما لا يكون هناك لدينا برلمان ينعقد نتيجة الوضع الشاج المتعلق بالانقسام والمسؤول عنه حماس وفتح بالترتيب، هذا يعني يطرح سؤال أولي وبديهي، بدل أن نغرق في
تبادل دعيني أقول إن كان الاتهامات أو المناكفات، فلنبحث عن طريق نعيد فيه بناء النظام السياسي بانتخابات رئاسية وتشريعية نعود فيها للشعب الفلسطيني، ليكون بعد ذلك لدينا برلمان قادر على أن يكون هو الجهة الوحيدة المختصة بمراجعة القوانين. لكن قد يقول صوت أستاذ محمد أن الغاية هنا لا تبرر الوسيلة، كان يمكن لمحمود عباس أن يتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى ويكون لها دور في إنشاء هذا الكيان الجديد. التشاور حصل يا سيدتي في اللجنة التنفيذية وهي قوة منظمة التحرير، أما إذا كنت تقصدين حماس، نعم، فحماس تعيش كطرف في الانقسام، وطبيعي أنها ستقول أن هذه كارثة وزلزال حلت في الساحة الفلسطينية، هذا طبيعي، ولكن الكارثة الحقيقية هو وجود احتلال يستغل الوقت وحالة الفراغ والحالة الشاذة التي نعيشها ليخلق حقائق خطيرة على الأرض وشعبنا يواجهه، والكارثة الأخرى هي استمرار الانقسام. منعت اللجنة الانتخابات أكثر من مرة من حصر المنتخبين أو الذين يجوز لهم الانتخاب قانونا في قطاع غزة. أملنا في الانتخاب في أن طيب أستاذ محمد، قد يأتي صوت وأنت تتحدث في هذا السيل من الكلام والشرح، قد يقول بأن المحكمة الدستورية هي كيان أصلا مؤسس من أجل حماية الدستور من أي تشريع قد يكون مخالف له. كيف ستواجه السلطة الاحتلال الإسرائيلي كما تفضلت هو مشكلة حقيقية من خلال إنشاء هذه المحكمة الدستورية؟ يا سيدتي المحكمة الدستورية غير موجودة، يعني الذي يواجه الاحتلال في الواقع هي مجموعة من السياسات التي يجب أن تواجهه وشعبنا الفلسطيني العظيم. المحكمة الدستورية إجراء داخلي يتعلق بترتيب النظام الفلسطيني ولكنه في وضع شاذ. الوضع الفلسطيني، يعني بالمناسبة هناك كثير من القوانين التي أصدرت في الكتلة البرلمانية لحركة حماس على أساس أنها صدرت باسم الشعب الفلسطيني، وهذا ليس صحيح. أي أن الوضع الشاذ للانقسام يخلق حالة مختلف عليها، الخروج منها يكون بإنجاز اتفاق وطني على أساس برنامج سياسي في إطار قرار الشرعية الدولية والعودة للشعب الفلسطيني. يعني موضوع المحكمة الدستورية ليس يعني لم يحصل لنستعيد القدس فورا عبره، لا لا، نحن ندرك التحديات الموجودة على الأرض ندركها. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد الحوراني نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح، وكان من المفترض أن تكون معنا صوتا وصورة لكن خلل تقني منعنا من ذلك. أعود إليك أستاذ صلاح، يبدو أن المحكمة هذه أنشئت في ظل ظرف شاد كما تفضل سيد محمد، وقد تساعد في ظل الموجود على مواجهة الاحتلال وغيره، بالتالي ما الذي قد تضر به هذه المحكمة إذا لم تكن ستنفع؟ أولا الإضرار في المحكمة بأنه تشكيلها سيكون تزيد، وخاصة أن لدينا محكمة عليا تقوم بالمهام الدستورية، والدعاوى الدستورية هي دعاوى قليلة دائما في أي دولة، سواء النظر في قرار غير دستوري أو النظر في تشريع غير دستوري، وبالتالي نتحدث عن محكمة تعد على هيئة للفصل في أي منازعات حتى تقع ما بين الفصائل إسوة بدول العالم، ولكن من سيحترمها؟ احترامها يتطلب توافق وطني على معايير تشكيلها وعلى شخوص الأشخاص الذين يجب أن يكونوا اختيارهم على أساس القانون وليس على أساس اعتبارات سياسية وخلاف ذلك. وأيضا أنا أتفق مع الأستاذ محمد الحوراني بأن الوضع الفلسطيني وشاد، هناك حالة انقسام، هذه الحالة ليست دستورية، وكذلك لم يتم إنجاز الدستور الفلسطيني. إذا أردنا الانتقال، نحن حصلنا على عضوية الدولة المراقب في عام 2012، وإذا أردنا الانتقال مؤسسات السلطة إلى مؤسسات الدولة، هذا يتطلب الانتهاء من الدستور الفلسطيني وإقراره، وهناك لجنة دستورية شكل الرئيس في هذا الأمر، وأيضا تم تشكيلها بغياب بعض الفصائل بمن بينها حماس والجهاد الإسلامي. وهناك لذلك نحن نتحدث عن إشكاليات حقيقية. المطلوب الآن هو التوجه باتجاهنا إنهاء حالة الانقسام السياسي وإعادة الاعتبار إلى النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح مؤسساته وتوضيح الرؤية. هل نريد دولة؟ وبالتالي نريد دولة، نريد عقد اجتماعي جديد، هذا العقد يكون بمثابة دستور، ما بعد ذلك تكون المحكمة الدستورية مكملة له، لكن في ظل دولة تحت الاحتلال وفي ظل الإجراءات التي يمارسها الاحتلال
وفي ظل حالة انقسام بتقديري لا يوجد حالة ضرورة ماسة. على كل المطالبات الآن قائمة للوقوف في وجه هذه الخطوة التي ترى فصائل كثيرة بأن لا أهمية لها في هذا الوقت كما ناقشنا. أعتذر منك جدا لكن يجب أن ننهي هذه الفقرة لضيق وقتنا. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح عبد العاطي المحامي والخبير القانوني. في أولى ردود الفعل العربية الرسمية تجاه تسريبات وثائق بنما أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم فتح تحقيق في صحة ادعاءات الفساد المالي المنسوبة لشخصيات في البلاد. تزامن ذلك مع منح وزارة العدل إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات بشأن مواطنين تونسيين وفتح تحقيق فيها إذا اقتضت الضرورة. ارتدادات الزلزال الذي أحدثه نشر وثائق بنما السرية لا تزال قوية، فحدث بمثل هذه الضخامة لن يمر مرور الكرام، خاصة وأنه طال شخصيات عالمية في مجالات عدة وطرح السؤال الأهم: من أين لكم هذا؟ أولى الدول العربية التي فتحت تحقيقات بالأسماء الواردة في وثائق بنما كانت تونس، حيث أعلنت وزارة المالية أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل لضمان الترابط والتكامل في عملية التحقيق والوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال. وكان الموقع قد كشف أن الرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس محسن مرزوق كان بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب موساك فونسكا من أجل تأسيس شركة أوفشور ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج دون تتبعات ضريبية. في أيسلندا قدم رئيس الحكومة استقالته من منصبه إثر الضغط الشعبي ونزول الآلاف إلى الشارع. وقد كشفت الوثائق المسربة أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أفاد بأن تسريبات بنما أظهرت أن التهرب الضريبي مشكلة عالمية كبيرة. البيانات المسربة من بنما ما هي إلا تذكير جديد بأن التهرب الضريبي مشكلة عالمية كبيرة، وهي ليست مشكلة خاصة بدول أخرى، فهناك أشخاص في الولايات المتحدة يقومون بنفس الشيء. من ناحيته قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن كاميرون وزوجته وأبنائهما لن ينتفعوا في المستقبل بأي أموال أو صناديق في الخارج. يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه كاميرون لضغط بسبب شؤون أسرته الضريبية منذ أن ورد اسم والده ضمن قائمة عملاء شركة موساك فونسكا القانونية المثيرة للجدل. وحول البنوك الأوروبية التي شملتها الفضيحة، نفى بنك كريدي سويس وهيتش أس بي سي ما أشيع بأنهما استخدما شركات معاملات خارجية لمساعدة عملائهم على التحايل الضريبي. أما شركة موساك فونسكا التي تعد أساس عملية التسريب فقد قال رئيسها إن شركته ضحية لعملية قرصنة إلكترونية من الخارج وأنه قدم شكوى لمكتب المدعي العام، كما أبدى شعوره بالصدمة لأن وسائل الإعلام لا تتحدث عن جريمة القرصنة. الخبر الجديد سيكون من يحقق في واقعة القرصنة. يدهشنا أننا لم نسمع من يقول لقد ارتكبت جريمة. أما رسائل البريد الإلكتروني للشركة التي نشرت مقتطفات منها فقد أخرجت من سياقها وأسيء تفسيرها. هذا وطالبت عدة منظمات غير حكومية تحارب الفساد بحظر الشركات الوهمية، إذ اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أنها تشكل الجانب المظلم للنظام المالي العالمي. معنا من عمان مصعب الشوابكة مدير وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد. أهلا وسهلا بك أستاذ مصعب. أنا أريد أن أبدأ معك الحوار من زاوية ما حققتها الصحافة الاستقصائية. هل يعد ما جرى في تونس هذا اليوم نصرا وإنجازا مبدئيا لهذه الصحافة؟ ما حدث صحيح حقيقة في العالم هو زلزال كبير يتعلق بشركات الأوفشور. هي شركات ورقية تسجل بأموال، وهذه الأموال هي تكون مصرح بها أو غير مصرح بها، غير مدفوعة، وتلجأ إلى بلادها لتقوم بأعمال تجارية للتستر، إما على سياسيين يعملون
في الحقل السياسي ولا تسمح طبيعة أعمالهم أن يكونوا من ضمن القائمة التي تعمل في التجارة، مثل أن بالأردن المادة 44 من الدستور تحظر على المسؤولين من الوزراء والنواب ورئيس الوزراء أن يقوم بأعمال تجارية. حقيقة هناك 9 صحفيين عرب قاموا بالعمل على هذه التحقيقات. في مصر كان زميل إلنا قام بعمل تحقيق صحفي استقصائي عن نجل الرئيس السابق علاء مبارك. في اليمن كمان تم عمل تحقيقات استقصائية. في السودان أيضا، في الأردن هون كان أيضا عملنا في راديو البلد تحقيق استقصائي بجزئين عن رجل أعمال تورط مع رجال أيضا السياسة في عمل البزنس واختراق جسم الدولة في صفقات مشبوهة تصل إلى مليارات الدولارات. اليوم المطلوب من الحكومات العربية أكثر من أي وقت أن تعي أن هذه أن الشركات الأوفشور المسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة هي خطر على اقتصادياتها، وأنها أيضا سبب من أسباب الفساد، أيضا أنها سبب من أسباب التهرب الضريبي وغسيل الأموال. زملائنا أيضا في سوريا قاموا بعمل تحقيق جيد عن رجال مقربين من النظام السوري أخفوا أموالهم عبر شركات الأوفشور حتى لا تقع عليهم الضرر. طيب ومع ذلك أستاذ محمد قد يقول أستاذ مصعب قد يقول البعض بأن مسألة الفساد ليست بجديدة في عالمنا العربي. أولاد مبارك حتى قبل قيام ثورة 25 يناير كان هناك قناعة لدى الشارع المصري والعربي بأن هناك فساد مرتبط في السلطة في تونس كذلك وفي غيرها من البلدان العربية. وبالتالي ما الفارق الذي ستحدثه فعلا هذه الوثائق وهذه المعلومات ربما حتى التي بحوزتكم وتعملون عليها ولعلها تحمل ما خفي كان أعظم؟ الفارق هنا أن هذه الوثائق لم تأتي من بلاد العرب. هذه الوثائق أتت من بلاد الغرب بأن زعماء العرب وساسة العرب والمتنفذين في العالم العربي من رجال أعمال وأرباب السياسة والذين يعملون في المافيا يخبئون أموالهم ويغسلون أموالهم في بلاد الأجنبية. هذه الوثائق هي اليوم دليل قاطع وقطعي على فساد هذه الطبقة التي حكمت العرب لعقود. اليوم قد يعني إذا كان هناك يعني ثورات الربيع العربي كانت محقة في تونس ومصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية بأن تطالب بجمح كفاح الفساد الذي أرهق كاهل الشعوب المنطقة. اليوم تأتي هذه التسريبات كتعزيز لقناعة الشعوب بأن من حكمهم طول العقود الماضية هي طبقة فاسدة، كان هناك زواج حرام ما بين التجارة والسياسة. نعم. الوثائق اليوم في كل العالم أثبتت أن هناك يعني مصائب فيما يتعلق بالطبقة السياسية الفاسدة. لكن طيب مصعب في سؤال أخير احترام للشعوب أو استفسار عن حماية المعلومات التي تمتلكونها خاصة كصحفيين عرب، هل توفر للصحفي المستقصي العربي وسائل لحماية معلوماته خاصة أننا نعلم أن مافيا وغيرهم متورطون في هذه الجرائم؟ باختصار مصعب. نعم، الصحفيين الاستقصائيين العرب الذين يعملون بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يمتلكون مهارات جيدة في حفظ معلوماتهم، الأمن الرقمي إضافة إلى الأمن الجسدي، إضافة إلى أنهم خضعوا إلى تدريبات معمقة وقوية فيما يتعلق بتتبع أموال الفساد سواء فيما يتعلق بالبنوك أو بشركات الأوفشور. وأعتقد أن الزملاء العرب يمتلكون اليوم في جعبتهم المزيد من الوثائق لكشف. على كل نحن سنبقى على انتظار أو في انتظار ما سيتم الكشف عنه خلال الأيام القادمة من ما بحوزتكم وحوزة الصحفيين الآخرين في هذه الوثائق. شكرا جزيلا لك مصعب الشواب كمدير وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، كنت معنا من عمان. مشاهدينا فاصل قصير يلقاكم بعده زميل وائل التميمي في الجزء الثاني للحديث عن خلفيات السياسة الأمريكية تجاه سوريا، مع تأكيد كيري في الأمس أن لا مكان للأسد فيها وتناقضه مع ما كشفته الصحف الغربية من أن أوباما رفض 50 خطة للإطاحة بالرئيس السوري. لكم أطيب المنى. Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الثاني من العرب اليوم، أنا وائل تميمي. قبيل بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا يوجد طريقة لإنهاء الأزمة السورية في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة. تصريحات رئيس الدبلوماسية الأمريكية تتناقض والتقارير الإعلامية الصادرة منذ أيام التي تقول إن الرئيس باراك أوباما لم يعطي الضوء الأخضر لخطط وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. تدمير تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال أولوية أولى بالنسبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، كلام جاء خلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع وزير دفاعه وكبار المسؤولين العسكريين. أحد الرسائل الرئيسية لدي اليوم هو أن تدمير تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال على رأس أولوياتي. لن نتسامح في بقائهم مسيطرين على مراكز رئيسية مثل الرقة والموصل. يجب أن نستمر بالضغط عليهم ليس فقط بالعمل العسكري ولكن على المستوى الاستخباراتي والدبلوماسي. منتقدو أوباما يعتبرون أن سياسته المثيرة للجدل خاصة في تعامله مع تطورات الأوضاع في سوريا كانت أحد أسباب تزايد وتعاظم نفوذ تنظيم الدولة، ووجهت سهام نقد عنيف للعديد من قراراته ليس فقط من مناوئيه الجمهوريين وإنما من بعض الديمقراطيين وبعض حلفاء الولايات المتحدة في العالم. فبحسب العميل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA دوغلاس لاوكس تم تقديم 50 خيارا للإطاحة بنظام الأسد، إلا أن أوباما لم يعطي الإشارة بتنفيذ أي منها. لوكس قال في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية أن خططا تفصيلية دعمها آنذاك ديفيد بيترايوس مدير CIA ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع يوم بانيتا رفض جميعها من قبل أوباما. هذه المعلومات التي يتم الكشف عنها إنما يستدل بها البعض على أن أوباما لم يكن جادا في فكرة الإطاحة بالأسد، فبعد أن دعا في صيف 2011 لرحيل الأسد لم يفعل شيئا على أرض الواقع. حتى خطوط الرئيس الأمريكي الحمراء في استعمال الأسلحة الكيميائية والتي تخطاها الأسد لم يتخذ أوباما إجراء رادعا سوى اتفاق مع روسيا على تجريد الأسد من السلاح الكيماوي، قرار أتى بعد أن ظن الجميع حلفاء واشنطن وخصومها أن ضربة عسكرية ستوجه إلى الأسد، إلا أن أوباما عاد مجددا وتراجع عن القرار بعد استشارة دينيس ماكدونو كبير موظفي البيت الأبيض بحسب الصحفي الأمريكي جيفري جولدبرغ الذي أجرى سلسلة مقابلات مع أوباما. مؤيدو أوباما يرون أنه أسس لمرحلة تتسم بالحكمة جنبت واشنطن الغرق في مستنقعات الأزمات، فيما يرى معارضوه أنه أضعف من نفوذ بلاده وأفقدها شيئا من هيبتها وأفسح المجال أمام قوى أخرى لتحل محلها. معي من واشنطن توماس ماتاير المدير التنفيذي لمجلس سياسة الشرق الأوسط، ومن جدة هادي البحر عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، ومن فيينا ناصر صخر والدادي الاستشاري في شؤون الشرق الأوسط. ولو بدأت معك دكتور ماتاير في واشنطن، لماذا رفض باراك أوباما 50 خطة، ليس أقل من 50 خطة للإطاحة ببشار الأسد؟ هذه التقارير التي تتحدث عنها منبثقة من كتاب جديد بقلم عميل لوكالة المخابرات المركزية في سوريا. الخيارات التي تحدث عنها لم يكشف النقاب عنها، لا نعلم تفاصيلها، لا نعلم عدد كبار المسؤولين الذين وافقوا عليها، ولكننا نعلم أن وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومدير CIA اقترحوا على أوباما تجهيز وتدريب القوات المعارضة للأسد، لكنه لم يفعل ذلك. كان ذلك عاما للانتخابات الرئاسية، كان يركز تفكيره على السياسة الداخلية، والشعب الأمريكي كان قد أرهق من الخسائر التي مني بها الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق،
لم يكن متأكدا أن جهودنا في تدريب القوات في أفغانستان والعراق كانت ناجحة. في عام 2013 على أي حال بدأ التدريب، تدريب قوات المعارضة بالتعاون مع شركاء في المنطقة كالسعودية، ولكن لم يكتب لها النجاح. It is possible that ومن الممكن we'd be in a different place today أننا قد نكون في وضع مختلف لو فعلنا المزيد. ومن الواضح أنه يفكر في اتخاذ إجراءات جديدة الآن ويطلب الخيارات للضلوع في مزيد من العمليات العسكرية. لا يعني هذا أنه سيقبل الاقتراحات، لكنه يطلبها. ولسوء الحظ تردد، ففتح ذلك الباب لإيران وسوريا بتغيير الوضع على الأرض. ولذلك فإنه من الأصعب للولايات المتحدة أن تتوصل إلى الحل الذي تسعى إليه، وهو رحيل الأسد. ولكن دكتور متاير، هل المشكلة في أن أوباما عام 2012 كان في سنة انتخابية ولم يرد أن يتورط، أم أن الحقيقة أن باراك أوباما لم يمتلك أصلا سياسة تجاه الوضع في سوريا من الأساس؟ Well, it's a little of both. Certainly, he ربما was elected الأمران to end wars, معاً. Not get into wars. Maybe that is انتخب على أساس برنامج يمتنع عن إقحام الولايات المتحدة في حروب. وما قاله هو أن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة في سوريا كانت تقوم على تأثير سوريا على حلفائنا في المنطقة كالأردن والسعودية وتركيا على سبيل المثال. وحتى بناء على ما قاله وعلى طريقة تعريفه للمصلحة الوطنية، فإنه لم يفعل الكفاية. وطبعا الوضع في سوريا أثر على السعودية وتركيا والأردن تأثيرا سلبيا، وهذه الدول تضررت من تلك السياسة. سيد هادي البحرة في جدة، أنتم شخصيا كان لكم لقاء مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض قبل أشهر، ربما أكثر من عامين. كيف كان تقييمكم وقتها لسياسة باراك أوباما؟ هل هناك سياسة متعمدة لتجاهل الوضع السوري وتركه يصل إلى ما وصل إليه، أم لا كانت رهنة للظروف؟ سياسة الرئيس أوباما منذ قدومه إلى البيت الأبيض سياسة كانت واضحة، أتت بناء على وعود بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ومن العراق، ومحاولة عدم الخوض في أي عمليات عسكرية خارج الحدود الأمريكية. في البدايات نتذكر كلنا عندما رفض التدخل في بدايات الوضع في سوريا، وكيف برر أن أي تدخل كان في ذاك الوقت أنه سيؤدي إلى سقوط أكثر من 30,000 ضحية، ليبرر عدم تدخله العسكري. ونتيجة هذا القرار الذي اتخذه وبرره حفاظا على عدم سقوط مدنيين وأرواح أبرياء، أدى إلى سقوط ما يقارب من أكثر من 500,000 شهيد في سوريا، وأدى إلى تدمير 60% من سوريا، وأدى إلى ظهور أيضا التنظيمات المتطرفة أمثال داعش. الرئيس أوباما حتى في الملف النووي الإيراني عندما أتى لمعالجته كما رأينا، كان هناك العديد من الجهات والمعاهد الصقور الذين ينادون بضربة عسكرية لردع إيران وإيقاف برنامجها النووي، لكنه اختار أيضا الدبلوماسية الهادئة والحل السياسي. وسنرى في المستقبل إن كان هذا المنحى خدم المصلحة القومية الأمريكية أم لا. أما بالنسبة لسوريا فهو أيضا في ظل وجود كلينتون والبدايات في 2012 و2013، كان هناك رأي من كل الجهات، من وزارة الدفاع ومن CIA ومن مجلس الأمن القومي، كلهم ينصح بالتدخل العسكري في أمريكا، وهو استخدم في ذلك الوقت حقه بالرفض هذا الموضوع، وهو كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية يتحمل المسؤولية التاريخية عن كل قرار اتخذه.
الدول تبني سياساتها طبعا بناء على مصلحتها الوطنية أولا، ولا تبنيها بناء على أي قيم أخرى. وفي هذا السياق من الواضح أن الرئيس أوباما حتى عندما قبل أن يبدأ في برنامج التدريب والتجهيز العسكري، نعرف تصريحه الشهير عندما قال أنه لا يؤمن أنه يمكن لمزارعين وأطباء أسنان أن يخوضوا حرب عسكرية فاعلة ضد النظام في سوريا. أستاذ ناصر ودادي في فيينا، على ماذا بنى باراك أوباما استراتيجيته إزاء سوريا إذا كان هناك أصلا من استراتيجية لديه؟ أولا شكرا على استضافتي. في البداية لم تكن أبدا هناك استراتيجية واضحة لإدارة أوباما، فالتصريحات التي أطلقها في سنة 2011 كانت تدخل في جملة التعبير الشعبي، وهو أنه لا يوجد جمرك على الكلام. ففي تلك الفترة أشار إليه مستشاره الإعلاميون بأن الحديث لن يورط الولايات المتحدة، وأنه من الأفضل أن لا يظهر بمظهر المدافع عن الدكتاتوريات العربية. لكن في النهاية يجب أن ننوه بأن هناك خلفية تمت اتخاذ القرارات على أساسها. فمن الواضح جدا منذ دخول السيد أوباما إلى البيت الأبيض بأن إيران والاتفاق النووي الإيراني كان دائما هو الأولوية الحقيقية لسياسته في الشرق الأوسط بعد محاولات متعثرة في الملف الإسرائيلي الفلسطيني. فمن الواضح جدا سيد ناصر، يعني تريد أن تقول أن أوباما ترك سوريا تغرق في دمائها كي لا يزعج إيران، ترك الأسد يواصل عملياته فقط كي لا يزعج إيران؟ أجل وأقول ذلك ورأيي الشخصي وتحمل مسؤوليته. ويجب أن أشرح للمشاهد الخلفية الإيديولوجية، فأنصح الجميع بقراءة المقابلة الأخيرة للرئيس أوباما مع صحفي جيفري جولدبرغ، والتي ظهرت نشرت في مجلة الأتلانتيك، والتي كان مثلا عبر فيها عن استيائه من خبراء الشرق الأوسط حين أشار إلى أن كي ستريت الشارع الشهير في واشنطن أشار أعضاء من إدارته إلى أنه أراضي عربية محتلة. وأيضا في سياق كلامه عن الشرق الأوسط وعن العرب كانت هناك نبرة استعلائية، إن لم نكن نقول عدائية، يفهم منها أن الرئيس أوباما منذ بداية رئاسته إلى اليوم يظن أن العرب لا يمكن الاتكال عليهم في شيء، وأن الإيرانيين على الرغم من اختلاف سياساتهم مع الولايات المتحدة أنهم لاعبون مسؤولون ويمكن الثقة في إدارتهم لأمور المنطقة، والدليل على ذلك اليد قراراته في سوريا، وأيضا الحجج التي سيقت في سياق الحديث عن برامج التدريب العسكرية، التي في النهاية الكل يدري أن الولايات المتحدة مخابرات وجيشا كانت في الحقيقة في الخمس سنوات الماضية تفعل كل ما في استطاعتها من أجل منع المعارضة السورية من الحصول على أي أسلحة نوعية يمكن أن تحسم الموقف عسكريا. فإذا التصريحات التي ذكرتموها في بداية البرنامج عن من جون كيري هذه فقط فقاعات. فقاعات، هذا كلام مهم. نعم دكتور متاير، هذا كلام مهم. باراك أوباما دخل إلى البيت الأبيض كما يقول ضيفنا وكما يقول كثيرون في الواقع مسلحا بأيديولوجيا، هذه أيديولوجيا تريد التقارب مع إيران على حساب العرب في المنطقة، ولذلك ترك بشار الأسد يقتل نصف مليون سوري على الأقل. القضية ليس لها علاقة لا بانتخابات ولا بأي شيء آخر. No, I don't view it that way. I think there's, you know, even within the last few days, Obama indicated that financial sanctions on Iran are continuing. فالولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية على إيران واتهم إيران دائما بعدم الالتزام بمواقفها. سبب الاتفاق النووي، وبالمناسبة إدارة بوش كان بإمكانها أن
يتوقع البرنامج اتفاقا نوويا مع إيران كان من شأنه أن يحدد البرنامج النووي الإيراني، لكن إدارة بوش لم تفعل ذلك. ولذلك عندما دخل أوباما إلى البيت الأبيض حاول الإسراع في ذلك الموضوع للتوصل إلى الاتفاق من شأنه منع إيران من تطوير سلاح نووي، لأنه إذا كان لإيران القدرة على صنع سلاح نووي فإن بالإمكان أن تكون أكثر عدوانية في المنطقة، وهذا يقوم على التفكير ليس قائما على التفكير بأن إيران هي حليف طبيعي للولايات المتحدة، وإنما يقوم على الرغبة في وقف إيران من توسيع نفوذها إلى حد يسمح لها بالهيمنة في المنطقة. This is the part of it that our Arab partners don't fully understand. شركاءنا العرب لا يفهمون ذلك تماما. ومن ناحية أخرى كما قلت من قبل إن الولايات المتحدة لم تبذل الجهود الكافية لمنع توسع النفوذ الإيراني على الأرض في المنطقة، ولكن ليس لأنها ترى إيران كحليف طبيعي. وأعتقد أيضا أن الولايات المتحدة لم تفكر أبدا في أن القوات البرية العربية بإمكانها أن ترجح الكفة في سوريا، وبالنسبة لقوات المعارضة نفسها لم يكن هناك لها هيكل قيادة، هرم قيادي يسمح بمنع الأسلحة من الوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية، وهذا هو سبب التردد والمماطلة الذي أعتقد أنه كان خطأ مع مرور الزمن. ولذلك فإن أوباما أمامه جهد كبير الآن لطمأنة السعودية والإمارات ودول أخرى بأننا لم نتخلى عنهم. سيد هادي البحر، هل ترى هذا العذر مقبولا، أن وضع الجيش السوري الحر والمعارضة السورية لا توجد لديها هياكل واضحة هي التي منعت الرئيس أوباما من مدها بالأسلحة التي طالما طالبت بها؟ يعني هذا الادعاء بحد ذاته هو يدل على سوء إدارة الملف السوري في مرحلة ما، والتوجه الرئيسي من بعض الدول الداعمة ومن ضمنها الولايات المتحدة على عدم السعي الجدي لإنشاء قيادة موحدة للجيش الحر، ولا على السعي لتوحيد الفصائل المسلحة على الأرض. الجيش الحر تفككه كان نتيجة عدم وجود الإرادة من قبل الولايات المتحدة أولا، لأن يكون للجيش الحر قيادة موحدة ومنظمة. بالتأكيد لا يمكننا القول أن الإدارة الأمريكية تقبل بوجود الأسد أو تقبل باستمرار النظام الحالي إلى فترة طويلة، ولكنها تختلف الرؤية حول إنهاء دور هذا النظام وحول السعي نحو تحقيق الانتقال السياسي. هذا الاختلاف هو الذي أدير بشكل سيء مما أطال الأزمة وتحمل الشعب السوري. ما تفسيركم له أستاذ هادي البحر؟ ما تفسيركم لهذه الإرادة السيئة كما تصفها؟ برأيي قسم كبير منها، وإن كان صعب على المشاهدين أن يصدقوه، كان هناك تضارب، عدم وجود استراتيجية واضحة، تخبط في السياسات بشكل عام لتحقيق الهدف، والهدف كان دائما لإدارة الرئيس أوباما أن لا يوصل الثورة السورية ولا الجيش الحر إلى مرحلة يستطيع من إسقاط النظام، وإنما الوصول بهم لمرحلة تمكنهم من الجلوس على طاولة المفاوضات وتحقيق حل سياسي وتسوية سياسية. لكن إدارة هذا الملف لم توصل الوضع في سوريا إلى هذه المرحلة، كما أنها أدت إلى تدخل ودور روسي بشكل أكبر لطرف النظام، مما أعاد الموازين إلى فروعها الأصلية. الآن يوجد لدى الولايات المتحدة فرصة
قبل ذهاب لإدارة الرئيس أوباما وقبل تحمله المسؤولية التاريخية عما حدث في سوريا أن يمارس دوره بالضغط على روسيا وبدورها روسيا للضغط على إيران من أجل السعي نحو تسوية سياسية تكون مقبولة ووفق تطلعات الشعب السوري ومبنية بناء على إطار بيان جنيف. السيد ناصر، قال السيد هادي البحر إن باراك أوباما منع أو لم يرد الثورة السورية أن تنتصر، هل تتفق أولا مع هذا الكلام ولماذا؟ سيدي أستاذ هادي البحر كلامه صحيح 100%، والمشاهد العربي يدرك ذلك تماما، وهذه دائما واحدة من مشاكل الخطاب الأمريكي إدارة أوباما أنهم يستخفون بعقول أهل الشرق الأوسط والمواطنين العرب. كلامه صحيح جدا، لأنه بغض النظر عن حتى التصرفات الأمريكية والإدارة الأمريكية، لماذا تدخلت إيران في سنة 2012 عن طريق الحرس الثوري وأرسلت أيضا بحزب الله الذي دخل في معارك طاحنة، والتي نعرف تماما أنها لو لم تتدخل كان نظام الأسد سيسقط، ولماذا لم تحرك أمريكا ساكنا وهي ترى تصاعد غول داعش والحركات المتطرفة، والتي كان واضحا جدا أن المشقين من الجيش السوري إلى الجيش الحر كانوا في مكان يسمح لهم بالقضاء على هذه التنظيمات أو على الأقل الوقف من مدها إذا حصلوا على تسليح نوعي. طبعا كانت هناك في تلك الفترة، ويتذكر الجميع أن الحجة كانت أننا نخاف من أننا إذا أرسلنا سلاحا هناك فإنه سيقع في يد المتطرفين، مما فتح المجال للمتطرفين ذات أنفسهم للصعود. هذه كلها حجج واهية سيدي الكريم. الرئيس أوباما ينتمي إلى تيار في الحزب الجمهوري الديمقراطي سائمة ومل من الشرق الأوسط، ولا يهمهم إن حتى وإن مات إذا قتل مليون سوري فهذا لن يحركهم عن مواقفهم، وسيخترعون الأعذار إلى أن تنتهي سوريا. نعم دكتور متائر، هذه نقطة مهمة، هل هذا التفكير أو هذا التيار هو يمثله الرئيس أوباما فقط أم لا هو تيار عام داخل المؤسسة الأمريكية عموما والحزب الديمقراطي خصوصا موضوع عدم التدخل؟ Well, I would say Obama is بإمكاني القول إن أوباما ينتمي إلى جناح من الحزب الديمقراطي الذي يشكك في فائدة استخدام القوة العسكرية ويفضل اللجوء إلى الدبلوماسية، وأعتقد أن هيلاري كلينتون تنتمي إلى جناح آخر من الحزب، وكما ذكرنا حثت الولايات المتحدة على التدخل لكن الرئيس رفض نصيحتها. وفي الدولة بالولايات المتحدة بصفة عامة أعتقد أن الضحايا الذين سقطوا في أفغانستان وعراق قد أرهب الشعب الأمريكي، وبدأ الشعب يبذل الجهد للاستعانة بالدبلوماسية بدلا من التدخل العسكري، و دربت أمريكا المعارضة كي يتمكن من التفاوض وليس للإطاحة بالأسد، وتعلمنا ربما تعلم أوباما درسا مما حدث في العراق عندما أطيح بالنظام، فالاستراتيجية لم يكتب لها النجاح آنذاك، ولكن الآن هناك إمكانية للتعامل مع روسيا التي بأيديها أوراق كثيرة في جنيف. أستاذ هادي البحر، مما تبقى من ولاية أوباما في البيت الأبيض، هل تثقون بسياسات هذا الرجل وبوعوده فيما يخص الحل السياسي؟ بالنسبة لأوباما برأيي هناك أزمة فعلية أخلاقية للسياسات التي اتبعها بخصوص سوريا، وهناك
النافذة من الوقت المحدود التي لا تتجاوز الستة أشهر لكي يستخدم نفوذه لدى روسيا ويظهر للعالم مدى جديته ومدى فاعلية السياسات والاختيارات التي اتخذها خلال الفترة السابقة. إدارة أوباما جادة في عدم قبولها باستمرار الأسد في السلطة، لكنها حتى هذه اللحظة لم تثبت لنا ولم تثبت العالم بأن باستطاعتها باستخدام نفوذها السياسي وعلاقاتها مع روسيا أن تضغط على إيران وتدفع بحل سياسي فاعل وجاد. والأشهر القادمة ستثبت مدى صحة سياسات الرئيس أوباما من عدمها. باختصار شديد أستاذ ناصر، في فيينا هل من أمل بما تبقى من سياسات باراك أوباما من ولاية له؟ السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. لا فائدة ترجى لا من أوباما ولا من سياساته. علينا الانتظار حتى نرى من سيكون في البيت الأبيض في شهر يناير 2017. وأي تعليق أي أمال على أوباما أو سياساته أو إدارته هو عبث وأضغاث وأحلام. شكرا جزيلا. ناصر صخر والدادي الاستشارية في شؤون الشرق الأوسط كان معنا من فيينا. كما أشكر من جدة هادي البحر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ومن واشنطن أشكر الدكتور توماس ماتير المدير التنفيذي لمجلس سياسة الشرق الأوسط. والشكر لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. كونوا بخير.